نمشي ناخذ معايا الحكم الدولي المغربي ضيفنا في حلقه اليوم السي هشام التيازي، ومشكور مشكور صراحه وللامانه مشكور هشام التيازي انك معنا في هذا اليوم. وبعد الحاح كبير مني شخصيا على هشام التيازي انا تفهمت الوضع، ولكن كان من الضروري يعني للامانه ولشيء من المهنيه اننا نستمع للراي ديال هشام التيازي في حلقه اليوم. هشام التيازي مرحبا. مرحبا سي منير، تحيه رياضيه لك ولمستمعي اذاعه شاده اف ام ولسي الحسين الرجل الرياضي والصحفي النادي. شكرا لك سي هشام التيازي. انا بعدا غير سمح لي نعطي غير واحد نعطي واحد الجر ديال الاحداث، والا كنت غلط في شي حاجه صح لي. تابعنا المباراه اللي كنتي حكم ديالها في مدينه خريبكة، كانت فيها اخطاء او ما كانتش؟ الجمهور راه شاف، اجتمع من اجتمع بالطريقه التي اجتمعوا فيها، خرج واحد القرار ديال التوقيف ديال هشام التيازي. من بعد وبعد مده طويله جاء القرار ديال لجنه الاستئناف اللي كترجع الحق لصاحبه وكترد الملف يعني بشكل قانوني للجنه المركزيه للتحكيم لاعاده البت فيه. ثم جاءت الفتره ديال توقف المنافسات الكرويه، جا ديك الفتره اللي وقفنا فيها كاملين وقفت كره القدم، ولكن انتم كحكام كان عندكم تدريب عن بعد، كان عندكم مجموعه من الاشياء اللي شاركتوا فيها كمحاضرات بالزوم، مجموعه من الاشياء يعني انك مازال ضمن طاقم ديال التحكيم المغربي التابع للمديريه الوطنيه للتحكيم وللجنه المركزيه للتحكيم. بالاضافه الى هذا انه من بعد الاجتماع ديال المكتب المديري للجامعه والقرار ديال رئيس الجامعه بتمكين الحكام من بعض المنح لمواجهه هذوك الايام ديال توقف المنافسات، كنت سي هشام التيازي من بين المستفيدين من هذيك المنحه. ثم جات واحد الوقت على انه غادي يكون الاختبار ديال الكوفيد بالنسبه للحكام، كنتي من الناس اللي دار لهم الاختبار. ثم جاتك لا ليسونس ديال الفار، هذه حسب المعطيات اللي عندي، ومره اخرى كنقول لك الا كانت شي معطيات غلطه صحح لي سي هشام. وفاجأ من بعد بانه كاين واحد اللائحه ديال الحكام اللي غيجتازوا الاختبار البدني تحضيرا لاستئناف المنافسات، انت ما كنتيش ضمن اللائحه. خلانا هادشي كنتسائلوا حنا كاعلام كجمهور، فينا هو هشام التيازي؟ واش هو مازال ساري فيه المفعول ديال التوقيف او انه غير موقوف؟ شنو هو الوضع؟ شنو هي اخر التطورات؟ ما لقيناش اللي عطينا جواب حتى الاول امس، فين قريت واحد يعني بمصادر خاصه توصلت بواحد القرار ديال اللجنه المركزيه للتحكيم واللي فيه بانه السي هشام التيازي بناء على كذا وكذا وكذا ان عندك توقيف ديال 6 شهور انطلاقا من تاريخ 28 ديسمبر، وها 28 ديسمبر 6 شهور غتسالي في 28 جوان. انا غير بغيت نسولك السي هشام التيازي واش هاد المعطيات اللي عطيت صحيحه، ولا كان عندك شي اضافه فتفضل انت امام المستمعين ديالنا الكرام. فعلا سي منير مثلي كسائر الحكام الوطنيين استفد من جميع التدريب وجميع الأنشطة وجميع المبادرات اللي قامت بها سواء المديرية أو المركزية للتحكيم مباشرة بعد قرار لجنة الاستئناف بإلغاء القرار الأولاني اللي تعرضت له اللجنة المركزية واللي كان هو الإيقاف لمدى الحياة. فعلا كانت هناك مشاركة بتدريب يومية بحصص ديال التكوين، خللت مجموعه من التقييمات للحكام عبر طريق التقنيات الجديده هي زوم. كانت البادره ديال رئيس الجامعه مشكور لجميع الحكام اللي كانت واحد عندها واحد الاثر طيب. فعلا كنت كل ما استفاد من الحكام استفدت منه شخصيا. توصلت يوم 3 غشت اي يوم الاثنين بقرار من اللجنه المركزيه للتحكيم رقم 2039 اللي تيبلغ لي انه كان هناك تخفيض ديال العقوبه من مدى الحياه لمده 6 شهور ابتداء من 28 جانفي 2019. الحاجه اللي ما تذكرتش سي منير هي انه كان عندي لقاء مع اللجنه المركزيه للتحكيم قبل 3 اسابيع بمقر الجامعه. واحد اللقاء اللي داز في واحد الجو، فعلا ما عادش يكون صادق، كان واحد الجو جو من الصراحة كله دلا بيدلويه. طرحت قدمت ما تعرضت له، والمسائل اللي كانت في المقابلة كان هناك تفهم لما عانيته، والحمد لله لأن القرار ديال إلغاء العقوبة والتخفيض ديالها
كي تنقولوا حنا تيبرد شويه تيبرد شويه من ديك الحرقه ديال هذاك الشيء اللي تعرضت ليه. وفيه من واحد فيه واحد شويه ديال رد الاعتبار للشخص ديالي والمسار كيبين لي دام 30 سنه. يعني الامور الى حد الساعه فهاد الشيء اللي قلنا غدا في امان الله وحفظه. السؤال ديالي السؤال المباشر حول التعيينات. شفنا ان السي هشام تيازي ما كانش في التعيينات ديال الحكام ديال مباريات استئناف البطوله وما كنتيش ضمن الحكام اللي استدعاو للاختبار البدني. شنو كتقول في هذا الشيء؟ يعني سؤال حول التعيينات علاش ما كاينش السي هشام تيازي؟ فعلا سي منير هناك دور بي هو مستعد. انا مستعد شخصيا بدنيا ولا انسانيا لاستئناف النشاط التحكيمي. غير هو انه كذا تعرف ان اي حكم من اجل انه يعين لابد له من اجتياز الاختبار البدني. تزامنت ديك اللحظه تزامنت لحظه الاختبار البدني مع صدور القرار مع صدور القرار. كان عندي تواصل مع المسؤول على التحكيم بالحرف قال لي انه استمر في التدريب ديالك في انتظار ان شاء الله تعالى مع اجتياز الاختبار كسائر الحكام. وكان اعطاء فرصه اسبوع او اسبوعين من اجل الاستعداد البدني اكثر لاستئناف البطوله. انا باش ما نزيدش نكثر كثره الكلام انا حاولت انه في هذا اللقاء لانه بزز باش وانا كنجبد باش نكون مباشر حتى في الاسئله وحتى الاجابات الله يعطيك الصحه مباشره. عندي سؤال اخير السي هشام تيازي الله يعطيك الصحه. دابا كنتسائلوا علاقه الحكم الدولي هشام تيازي مع المديريه الوطنيه للتحكيم مع لجنه التحكيم واش مازال ضمن الحكام المعول عليهم؟ واش مازال الحكم الدولي كاين؟ من خلال هذه المعطيات كنكتشفوا انك باقي. ولكن كنسولك انت واش مازال كاين النيه ديال ان هشام تيازي راه مازال ضمن الطاقم التحكيم المعول عليه؟ فعلا انا تاكدت الكلام ديالك السي منير. بدور بي هشام تيازي هو حكام ابن من ابناء الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي هو مستعد باش ان شاء الله تعالى ينهي المسار ديالو. لان انا بصفتي حكم دولي المسار التحكيمي غادي ينتهي في ديسمبر 2020 يعني باقي واحد 4 اشهر. نتمنى ان شاء الله تعالى انها تبصم على واحد الصوره طيبه للمسار. اسمح لي السي هشام انت في هاد اليومين راك ضمن حكام النخبه اللي دخلتوا للتدريب تحت اشراف الفيفا ياك؟ فعلا حاليا منذ الامس تنشارك رفقه الحكام زملاء النخبه واحد في المغرب واحد في التدريب اللي منظم الاتحاد الدولي لكره القدم بشراكه مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم مشكوره لانها تتوفر وتتهيئ للحكام هاد التدريب اللي تستافدوا منها من اطر افريقيه لعباء سواء في التكوين ولا في التحكيم. تنشاركوا واحد رفقه 30 حكم في النخبه في واحد التدريب اللي هو يناقش كل ما هو جديد في المسائل التحكيميه من ناحيه تسيير وتدبير المباريات او الاعداد البدني للحكام، خصوصا ان كان واحد فتره التوقف كثيره. كان هناك واحد الاحساس انه كان هناك واحد الاغفال شويه في الشق البدني او المعرفي اللي تم التطرق له في هذا يومين من التدريب، وراه التدريب باقي بيستمر واحد يومين قادمه ان شاء الله تعالى. سي هشام تيازي الحكم الدولي المغربي شكرا لك جزيلا، سعداء جدا انك كنتي معنا. شكرا على هذه التوضيحات. مستمعينا الكرام سنواصل الحديث معكم.